السلام عليكم. احنا كملنا هاد الضريبه هادي ديال جوج ضربات، ها هما كملناهم وغادي نديرو ان شاء الله الدرس ديال الجوج. دوزنا الدرس ديال واحد هو هذا، احنا غنركبو عليه ديال جوج. هذا كنديروه في الفتحة ولا نديروه في الكمايم كيجي زوين. ها هو احنا اي درس بينا نديروه ضروري من هذا ديال واحد ونديرو ديال جوج، عادي ما كنكملو الدرس اللي بغينا. ها هو تيجي زوين. ان شاء الله ندير ضريبه بيناتهم ونعاود ندير ثاني ضريبه اخرى. ونديروا هذاك الطرف ديال واحد هو، ونديروا ليه العوينه ديالو ها هي. نعاودو ثاني نديروا ضربه اخرى حداه، نعاودو ثاني ندير هنا ضرب الضربة هنا، ندير جوج تلويات ونعاودو تاني ندير هكا ونشدو هاد الرويس ديال هدا ديال واحد اللي خدمنا في الأول، ندير جوج تلويات. هاهو إن شاء الله يكون كل شي واضح وتكونوا تعلمتو شوية. إن شاء الله تكونوا هاد البداية هادي تكون ان شاء الله زوينه. ها هو نديرو ضريبه بيناتهم. انا كنتمنى كل شيء يتعلم وكل شيء يعرف. خدمو ان شاء الله تنكملو هاد الرنده، نعاودو نديرو تاني تنبات العكيز، نديرو شحال من حاجه نديروها. ان شاء الله اللي تعلمت ندخل عندي الخاص ديالي ان شاء الله وتقول لي راني تعلمت، ولكن صيفط لي الخدمه اللي خدمت كي تيديروا بناتي تاهم تيخدموا حتى تيتعلموا ويديروا شي حاجه ويصيفطوها لي كنشوف. الحمد لله باش يفرحوني تانا بناتي. هذا الطريس كيجي زوين، كنعاودو تاني نخشو هنا بنتو وهاد سميتو وهاد الخدمة اللي خدمنا ونشدو هكايا. ما كنخدم شوية باش كلشي يعرف كلشي. هاهو شي تيجي زوين. نديرو هكا جوج تلويات هنايا بشويه هكا باش كنعلم بناتي. شوف هاد العلامة هكايا هي باش كنعلم بناتي كلهم هكا. الحمد لله راه تعلمو وداروا جلال وداروا تكاشت خلاو ما دارو. اللي كاين معايا في هاد السلسله هذه ان شاء الله ملي نكملوها غنديروا ان شاء الله شي جروب ونكونوا فيه كاملين باش تعرفوا على خواتاتكم وغادي تعرفوا حتى عليا انا. الله يكون كل شيء كيفهمني. هذا الدريس هذا راه مهم، هذاك ديال واحد وهذا مهم يعرفهم الانسان حيت هو كيسهل عليك اي درس بتخدميه. الله تعجبكم العلامه ديالتي.
انا راه كنبدا مع البنات شهر كنكمل معاهم، شهر كيتعلموا، حتى نتوما دروكايا كنتمنى شهر تعلموا فيه، تعلموا باش نعاودوا نديروا ان شاء الله الجديد اللي كاين. راه كاين كلشي، الصنعه اللي تجي لكم على بالكم راه كاينه عندي. حنا بدينا دروكا بهادي، ان شاء الله غادي ندير كلشي الصنعه اللي كاينه. الطريس راه تيجي زوين، تخدميه في قحطان، الشلابه، كلشي كلشي كيجي زوين، وما ما خايت صبن ما كي يتناش، كيبقى هكاك. دروكا هنايا كاين اللي كيضرب هنا، إلا ضربتي هنايا ديري لي عوينة، كنتي تضربي هنا ها هي هاد البليصة ضربيها، حاش ما درتي كتجي العوينة زوينة. نعاودو نرجعو لهنا تاني هكا، نتمنى الله يعاونكم تانتوما تعلموا. بناتي مساكن اللي ما قدروش يخرجوا يتعلموا، كنتمنى يتعلموا ان شاء الله في هذه السلسله هذه، ويديروا شي حاجه ان شاء الله. نعم طريس كيجي زوين سهل. انا اي وحده خدمت لها شي جلابه ولا شي قرطان كنديروا لها في الفتحه كيعجبها. ايوا حنا دروكا كملنا هاد الطريس هذا، ان شاء الله المره اخرى غادي ان شاء الله نديرو درس اخر ونديرو خدمه اخرى ان شاء الله، نديرو ديال ثلاثه ونديرو لها الدرس ديالها. ايوا الطريس نكمل معكم هذا والدعوات ان شاء الله، وتابعوني راه ان شاء الله كاين لكم الخير في هاد العلامه هذه، هاد العلامه راه غادي يكون لكم ان شاء الله الخير فيها. والسلام عليكم.